إذا ما كنتي مرتاحة بالحياة الزوجية وصايبك برود عاطفي وعدم تقبل الشريك من كثرة الخلافات، طب أبغى أسألك، هل قرأتي كتاب في الحياة الزوجية؟ هل حضرتي كورس؟ أبغى أقول لك أحضري دايزي وبعدها خلينا نتناقش كثرة الخلافات هذه وش قصتها؟ ليش أصلا يصير فيه خلافات كثيرة؟ ليش إحنا وصلنا لهذه المرحلة؟ إنه هذه الخلافات الكثير خلتنا نكره بعض ونوصل هالبرود العاطفي؟ شو القصة؟ هبوش تقول مشكلة الزواج المبرمج وابني على الماديات حرفيا والإيجو فيه عالي. ممكن بعض الناس يعني وش قدمت ماديا، هذا سؤال أساسي، وسؤال لا أهاني لا أهانتني برضو، هذه اعتبارات. عشان كده ترى قلت لكم ذاك اليوم لازم تعرف إيش الخط الأحمر عشان ما تلمس الخط الأحمر للشريك. إذا شريكك ترى قال لك ترى الخط الأحمر إنك تعلين صوتك، خلاص يا ماما خلاص وقفي قدام المرايه وكذا، اقسم انك انت ما عاد تعلين صوتك، انتهى الموضوع. هذا الموضوع يعني يؤذي الطرف الاخر، يسبب له جرح، يسبب له انكساب، خلاص يا ماما وقفي عن هذا الموضوع. فمهم انك انت تعرفين ايش الخط الاحمر للطرف الثاني، وايضا تخبرين عن خطك الاحمر. اذا سالته ايش خطك الاحمر، رسلي لسته كلها خط احمر استغلال. طب عطي لسته انت بعد عشان هو يكون واقعي، اوكي؟ هذا هو الايجو اللي تو تتكلم عنه صديقتنا، انه هو الى الان ما هو حقيقي، الى الان هو يمثل دور معين، ما حط رجع على ارض الواقع. هذه الحقيقه، وشو الخط الاحمر حقيقه؟ تقول لي هل فعلا نهايه العشرينات وبداية الثلاثين هو أفضل عمر للزواج في الوقت الحالي؟ والله أنا أعتبر موضوع تحديد عمر الزواج يعني يختلف من شخص لآخر. صعب أنك أنت تقولين شخص يعني يناسب الزواج في الثلاثين، شخص يناسب الزواج في العشرين، شخص يمكن قبل العشرين بشوية، ما أدري حتى إذا قانونيا الآن كم السن القانوني للزواج. أعتقد الموضوع يختلف من شخص إلى آخر، لكن الشيء اللي ينقال في هذا المجال اللي هو موضوع الإنجاب. إذا المرأة تريد الإنجاب لابد أنها تحرص على يعني العشرينات، أكيد هي أفضل فرصة للمرأة في وقت الإنجاب اللي هي فوق 25 وقبل 30، حسب ما قرأت طبعا وسمعت، ولا أنا ماني متخصصة. فالعمر يقول لك العمر 18، عمر 18 الرسمي للزواج أو المسموح فيه للزواج. أي يعني ممكن شخص مثلا عمره 19 شوف إنه يعني هو مؤهل، أو مثلا بنت تحس إنها هي جاهزة للزواج، ما تبغى تجيب أطفال، تبغى تعيش قصة معينة، تتزوج وتنبسط وكذا، وفي عمر 25 تجيب أطفال وبعد 6 سنوات من الزواج يصير. قد تكون قصة جميلة برضو، ليش لا؟ قد تتزوج عمرها 19 وتنجلد لا استعدت ولا شيء، تتصور الحياة وردية ويعني طرحة وشنطة وفستان أبيض. ميم حبيبتي تقولي عندها هروب من الزواج، تدخل أي كورس؟ إذا كان خوف احضري الخوف، إذا كان مو خوف بس هروب إنه أنت ما هدري ليش، سلستي الوعي الأنثوي، معناها عندك اضطراب في الموضوع. تقول ما يسوى الزواج قبل تتكون الشخصية، باكر تتغير مبادئهم وأفكارهم وأولوياتهم. Oh my God، أنا تغيرت بعد زواجي 100 مرة. أنتم ناويين تسوون النسخة وتتزوجون وما تتغيرون بعدها؟ يا ماما استيقظي، هذا الكلام قديم، هذا الكلام سواليف زمان، خلاص المفروض الآن أنت كل سنة عندك نسخة جديدة، إذا قدرتي يعني احنا نحاول على قدنا يعني ما ندري. بس انا شخصيا تغيرت مع زوجي عدد من المرات، تغيرت شقلبت كل مرة شخصية، وكل مرة طريقة، وكل مرة فلسفة، وكل مرة مبدأ، وكل مرة قيم، وقلبت في قيمي وآمنت بقيم وكفرت بقيم وآمنت بفلسفات وقلبت الدنيا تقليب. تثبت على شخصية وعلى فكرة تحسبين 19 هذه ما انضجت ولا هذه 19 انضج مني ومنك، انت
حقرتهم عشان عمرهم 19؟ هاي ماما حقرتهم عشان عمرهم 19؟ ها ارجوك ارجوك هذولا افهم مني ومنك، هذولا محركين الواقع. احنا انا وياك قاعدين ننظر، هذول الجيل الجديد هذول محركين الواقع. انت وين وانا وين وهم وين؟ وين تحسبينهم بزرانة هذول؟ تحسبينهم اطفال؟ هذول انضج منا ومنك، اوعى مني ومنك. لا ت... لا ت... لا تنظرون النظره، لا ت... لا تناظرين نفسك يوم ان كان عمرك 19. اي انا وانت يوم كان عمرنا 19 كنا ساذجات وعلى قدنا وما نعرف وما عندنا سوشيال ميديا وما شفنا الحياه. انا وانت يوم كان عمرنا 19 اي كان بدري عليه سو كان موضوع مره كبير. هي ماما عمرها 19 هذه يعني فاهمة الدنيا كلها يعني، وعارفة وعندها نضج وعندها وعي وكذا. وعلى فكرة ترى عندنا أعداد كبيرة هنا يحضرون معانا كورسات ويحضرون وكلهم بأعمار صغيرة، كلهم من عمر 13 يجون يحضرون معانا. فلا تستصغرينهم، لا تستصغرين. أما سالفة تنتظري لما تنضجين، أما كل شوية عندك نضج وكل شوية عندك قصة وعندك نداءات الروح وتتقلب الدنيا وستتغيرين يعني عدد من المرات. أمل حبيبتي تقول هل من الممكن الزواج من معلم الروح؟ ما أبغى أقول معلم الروح، أبغى أقول معلم حقك إنك أنت تتزوج من المعلم. أي ممكن طبعاً تتزوجين من معلم، يعني مثلاً هو رجل ذكر يعني وأنت أنثى تتزوجين منه، أي ممكن. بس أهم شيء إنه ما يكون ما في الروحانية، أوكي؟ بليز احضري ما في الروحانية قبل ما تتزوجين من المعلم، أوكي؟ احضري ما في الروحانية قبل ما تتزوجين من المعلم. معلش لأنه المعلم شيء والزواج شيء، أوكي؟ فهل هو بجلالة قدره المعلم ممكن يعني يتنازل ويصير بمقام الزوج اللي ممكن بكرة تتضاربين أنت وياه وتصرخين عليه ويصرخ عليه؟ هل ممكن إنه يعني يتواضع وينزل هالمقام؟ هذا السؤال. وهل فعلا القصة حقيقية ولا هي ما فيها؟ هذا مهم برضه. تقصد اللي بينهم عقد تعليم؟ إيه أكيد بدون أدنى شك من المحتمل جدا إنه يكون بينك وبين زوجك عقد تعليم عادي، بس يكون معلم هذا شيء ثاني. تغيرت نفسيتي بعد الزواج الأسوأ، كيف ممكن أعالج الموضوع؟ أكيد الزواج له دخل، أكيد الكارما لها دخل. أقترح عليك تحضرين دايزي الوعي الزواجي، 3 مستويات كل مستوى أعمق من الثاني، وبرضه فيه هدايا ملحقة، مواد ملحقة ممكن تساعدك أكثر. هل الزواج من مقاصد الحياة بمعنى لا تكتمل قصة أحد مثل ما تكتمل بالزواج اللي رافضين فكرة الزواج تماما؟ والله أنا مو مع هذه الفكرة. أنا أشوف أنه ممكن الإنسان يكون كامل، مطمئن، مستقر نفسيا، منتج، طبيعي، طيب، صالح، فرد صالح في المجتمع وهو مو متزوج. أشوف أن هذا ممكن بدون ما نتلاعب على أنفسنا أنه والله فيه مثلاً علاقة في الخفاء بس أنا ما عندي الجرأة أني أتزوج، هذه قصة ثانية. بس أنا أشوف قصة أنه مثلاً أنت نصف وزوجك يكمل نصف الثاني، يعني ما أشوف أنها مرة يعني مقنعة. قد تكون صحيحة بالنسبة لبعض الناس ويشوفونها كذا، بس أنا أشوف أنه عادي ممكن يكون في إنسان جيد مطمئن مستقر نفسيا هو ما تزوج، وما هو ناقص، ما اشوف انه ناقص، لا ما اشوف انه ناقص. بس اذا في شخص يقول والله انا محتار اتزوج واتزوج، اقول ارجوك جرب التجربه، جرب وقرر بعدها. اذا هي تجربه ما اصلحت لك وقتها اقول خلاص يعني انا جربت التجربه ولا اصلحت لي ولا عاد ابغى اتزوج. بس ما دام الموضوع في خاطرك لا خذ التجربه، الموضوع يستحق، موضوع يستحق. يعني في جماليات في الحياة الزوجية تستحق انك انت تجرب، واذا كنت مجرب تستحق انك تجتهد عشان توصل لهذه الجماليات.